البداية عندي سؤال كده سريع، تعرفوا نيوتن اللي عمل قانون الجاذبية؟ مين يعرف؟ جيد. الحقيقة في الحدوتة بتقول ان نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية كان قاعد تحت شجرة تفاح ووقعت عليه تفاح، وعلى عكس كل الناس بدل ما ياخدها ياكلها مسك التفاحة وسأل نفسه هي التفاحة دي ليه وقعت على الأرض، وعمل قانون الجاذبية. وبعيدا عن قانون الجاذبية وبعيدا عن بعد كده علماء النبات قالوا ان النبات بيكون حاجة اسمها طبقة انفصال اول ما يحس ان الثمرة استوت، وده بيساعد الارض انها تشدها وتوقعها لتحت. انا مش جاية اكلمكم عن قانون الجاذبية، انا جاية اكلمكم عن مجهود حد محدش يعرف عنه حاجة لكن كان السبب في ان قانون الجاذبية يوصل لنا. الحد ده هو الحد اللي ايه؟ اللي زرع الشجرة، اللي زرع شجرة التفاح بتاعتنا. ما كانش نيوتن، لان نيوتن كان ممكن يقعد تحت شجرة برتقال مثلا، ولا كانت شجرة التفاح، لكن كان في حد وراها هو اللي زرع الشجرة. شجرة لكل أسرة هي مبادرة عشان نزرع الشوارع بتاعتنا بثمار وبرتقال وليمون وتفاح طبعا، عشان احنا من حقنا ان احنا نعيش في شوارع زي دي، شوارع جوها حلو. اكيد اكيد كلنا حاسين بالتغيرات اللي بتحصل في المناخ بتاعنا والحر اللي زاد، مين مش حاسس بيها؟ كلنا عارفين. فاحنا في المبادرة دي هدفنا ان احنا نرجع الاخضر، نقلل حرارة الجو بتاعتنا، يبقى عندنا زرع نقدر ناكله مجانا، اي حد يقدر وهو ماشي في الشارع ياخد ثمرة وياكلها. تعال احكي لكم حكاية التغيرات المناخية اللي في الجو عندنا. من 100 سنة بدأ التسجيل لدرجات الحرارة، درجات حرارة الأرض ارتفعت من 0.9 ل1.1. ممكن الرقم يبان صغير شوية، لكن الحقيقة خليني أقول لكم إن الرقم ده كان كافي إنه يغير الجو للشكل اللي إحنا شايفينه. كان كافي إنه يزود شدة الأعاصير، يزود عدد الفيضانات، كان كافي انه يخلينا دلوقتي واحنا في 3 نوفمبر في مصر لسه لابسين صيفي، ما بقاش جو معتدل صيفا دافئ ممطر شتاء، احنا الشتاء لسه ما جاش. عشان كده كان لازم نرجع الاخضر للشوارع بتاعتنا، كان لازم نزرع، وهو ده هدف شجرة لكل أسرة. طيب هل الزرع فعلا يقدر يرجع لنا ده؟ الحقيقة فاكرين في العلوم زمان درسنا وقلنا ايه؟ أن النبات هو الكائن الوحيد الذي يقوم بتصنيع غذائه بنفسه، معتمدا على ثاني أكسيد الكربون من الجو والمية والأملاح من التربة، فاكرين؟ طيب النبات بيعمل ايه ببساطة كده؟ النبات بياخد ثاني أكسيد الكربون ومية ويطلع مننا تفاح وليمون وخس وبقدونس من الجو العادي. هو الكائن الوحيد اللي بيقدر يعمل ده، ومش بس كده كمان بيدينا اكسجين نتنفسه. تعالوا نشوف النبات من جوه شويه، نخش جوه المصنع اللي قاعد ساكت حوالينا ده، بس الحقيقه كل الارض بتعتمد عليه. النبات من جوه، جوه اي ورقه لو جبتها وقطعتها بالعرض هشوف مجموعه الخلايا دي، خلايا كتير بتجمع اكبر كميه اكسجين واملاح عشان تخلطهم في بعض وتطلع كربوهيدرات وتطلع بروتينات وتدينا في الاخر الاكل اللي احنا بناكله. لكن انا هركز على حاجه واحده بس، النبات بيتنفس ازاي؟ النبات زيه زينا عنده حاجات شبه فتحات الانف اسمها ثغور، الثغور دي هو اللي عن طريقها بياخد الهواء من الجو. تعالوا نكبرها تحت الميكروسكوب ونشوفها. ده شكلها، احنا في كل يوم لما بنعدي جنب الشجرة ما بنتخيلش ان ده المنظر من جوه. الثغور دي بتعمل ايه؟ الثغور دي هي وسيلة النبات انه ياخد نفسه زي مناخيرنا زي ما قلت. لكن لما ثاني اكسيد الكربون بيزيد في الجو الثغور دي بتروح قافلة على نفسها شوية. ليه؟ عشان النبات ما يقدرش ياخد كمية ثاني اكسيد كربون كتير، هو محتاج كمية معينة. النباتات ذكية، عارفة هي محتاجة ايه وبتتعامل مع الجو المحيط. واحنا في مبادرة شجرة لكل أسرة بنعتمد جدا على ذكاء النبات. جونا ونتيجة لنشاط الإنسان في الفترة الأخيرة مصانع عربيات كتير بنقطع الخضرة
قللنا عدد الغابات، كل التعاملات دي ادت لان احنا نوصل اللي احنا بنعاني منه في الكوكب عندنا دلوقتي. لكن لو رجعنا الاخضر تاني هنقدر ان احنا نغير ده. طيب النبات دلوقتي بياخد ثاني اكسيد الكربون على قد حاجته ويطلع لنا الاكسجين اللي احنا بننفسه، فالطبيعي ان الجو بتاعنا هيبتدي يتحسن. طيب هل بس النبات بيعمل كده؟ طب ما انا لو انا هزرع جوه المدن ثمر، ممكن حد يسالني طب ما في تلوث وفي عوادم سيارات وفي رصاص، مش ده ممكن يبقى ضرر علينا؟ تاني هرجع للنباتات زي ما بحب اقول عليها النباتات الذكيه. النبات بيدافع عن نفسه على قد ما يقدر، وهو باكتر حاجه بيحب يدافع عنها الثمره اللي هو بيطلعها اللي بيحط فيها كل الدي ان ايه بتاعه. بيعمل ايه لما بيلاقي ان الجو فيه ملوثات كتيره قوي؟ بتتركز فين؟ الابحاث قالت انها اكتر تركيز ليها في الورق وبعدين في للثمره. ومش بس كده، لو الثمره دي ليها قشره هتتركز الملوثات دي في القشره الاول وبعدين تبقى اقل ما يمكن جوه قلب الثمر. واحنا هدفنا مش ان احنا نزرع بس النباتات المثمره، لا، احنا هدفنا ان احنا نساعد الجو بتاعنا والنباتات بان احنا نقلل الملوثات دول عن طريق نباتات الزينه اللي احنا بنشوفها في الشوارع زي ما بنشوف الفيكس مثلا. فانا دلوقتي هبدا بان انا ازرع، وفي نفس الوقت هعتمد على ان النبات الشجره المثمره اللي ليها قشره زي البرتقال زي التفاح زي الليمون اقدر ان انا اكلها وانا مطمن. طب عشان انا ازرع، هل الزراعه صعبه؟ هل هي امر معقد فعلا يستدعي ان احنا نقعد ندرس في الكليه السنين دي كلها؟ لا، الحقيقه الموضوع ابسط من كده. احنا بندرس عشان نتعود ان احنا نعظم الانتاجيه بتاعتنا، لكن احنا كلنا نقدر نشارك ونغير اللي احنا عايزين نغيره ونزرع دلوقتي. ابسط طريقه على الاطلاق ان انا ازرع ببذره، بدل ما اكل بذره المانجا بتاعتي بعد ما اكلتها، بدل ما اكلها وارميها في الزباله، لا ارميها في الارض، خلي الطبيعه تاخد مجراها، هتطلع بس بعد سنين. طب وانا هستنى سنين واحنا الكوكب بتاعنا بقى زي ما انتم شفتوا كده فيضانات وجو حر وما بقاش في عندنا الجو المعتدل شتاء؟ لا، نقدر نبدا بان انا ازرع. هزرع ازاي؟ تعالوا مع بعض نعمل حاجه تخلينا نزرع في البلكونه، في السطح او في الشارع. عشان ازرع في بلكونتي او في السطح بتاعي انا محتاجه ان يكون عندي تربه بديله. ممكن حد يبقى قلقان ان انا لو زرعت في طمي ان الطمي ده يبقى وزنه تقيل على المبنى، هرفعه ازاي؟ هرفع الطينه فوق في السطح بتاعي او البلكونه ازاي؟ فعندنا بدائل. اول بديل عندنا البيتموس. البيتموس ده عباره عن ورق النباتات اللي موجود في الغابات، بيتكبس ويتضغط بشكل معين وبيجي لنا هنا مصر، نقدر نشتريه من اماكن كتير. بخلطه بحاجه ثانيه اسمها البيرلايت، والبيرلايت ده نوع من انواع الاحجار بيتحط تحت درجات عاليه كتير قوي وبيبقى وزنه خفيف جدا. مسته بقى في التربه البديله ان انا اوفر تهويه، النبات جدره بيتهوى زي ما الاوراق بتاعته بتتنفس، فانا بعمل تربه اساسها بيتموس وبرلايت بنسب متساويه قد بعض عشان ازرع فيها. نسب متساويه يعني ايه؟ يعني لو انا جبت قصريه زرع ومليتها بيتموس هملى قصادها قصريه زرع واحط فيها برلايت، دي النسبه المتساويه بالحجم، موضوع بسيط. انا ايه طرق الزراعه اللي عندي؟ انا متاح ليا ان انا ازرع بالبذره زي ما قلت لحضراتكم زي بذره المانجا، او ان انا ازرع بحاجه اسمها الشتله. والشتله دي ما هي الا نبات صغير. النبات الصغير ده انا بنميه في صواني مربعه زي ما حضراتكم شايفين عشان اوفر المساحه، بدل ما اقعد وازود سرعه النمو بتاع النبات يبقى عندي نبات بيكبر بسرعه اكتر لان انا وفرت له جو في الصواب وانا بروح اشتريه من الراجل جاهز. انا دلوقتي عندي الشتله والبذره وعندي خلطه الزراعه. هنزرع. لو انا هزرع في بلكونه او فوق السطح، اول حاجه عندي هعملها ان انا هجيب البيتموس والبرلايت اخلطهم وهجهز البذره او الشتله بتاعتي وهيبقى عندي قصريه الزراعه بتاعتي. لغايه كده الموضوع بسيط. طيب عشان ازرع اول حاجه هخلط الخلطه بتاعتي في وجود الميه. ستات شاطره عارفه ان انا لما امسك الحاجه ما تبقاش معجنه قوي، هنعملها كده بالراحه ونتاكد انها مفروله بس فيها ميه عشان ما تموتش البذره بتاعتنا. بعد كده هجهز الاسيس بتاعي للزراعه. اهم حاجه ان انا اخرم الاسيس من تحت واتاكد ان الخروم دي بتسرب الميه وسالكه تماما. ليه؟
لان النبات بيموت من الميه زياده. انا عارفه ان كتير مننا بيبقى خايف على الزرع بتاعه ان هو يموت فبيسقيه كل يوم. وهو بيسقيه كل يوم للاسف الشديد مع الوقت النبات مش هيقدر يتنفس ويموت. فمهم جدا ان احنا نتاكد ان الخروم دي موجوده وبتطلع الميه الزياده. عشان ازرع اول حاجه هعملها هروح جايه في البوت بتاعي واروح حاطه طبقه زلط قليله عشان الخروم ما تتسدش لان البيئه اللي انا عاملاها البديله دي خفيفه جدا. واروح حاطه البيئه بتاعتي وابتدي ازرع. انا هزرع ايه؟ بذره. هعمل فتحه في الاستيس بتاع الزراعه بتاعتي في قصريه الزرع دي هعملها على قد حجم البذره. لو انا بزرع منجايه تقريبا في قد حجم ايدي هعمل فتحه في قد حجم الايد واحطها جوه القصريه. لو انا بزرع بذره ليمون هعمل فتحه صغيره واحطها. اللي لو انا بزرع ريحان صغير جدا هرشه بس فوق السطح واروح حاطه شويه تربه بديله عليهم واسقيه. وانا كده زرعت. سيب الطبيعه تاخد وقتها والحاجات هتكبر براحتها. طيب لو انا عندي شتله، الشتله دي في صواني، انا هاخد الصينيه دي اروح ضغط عليها اروح شد الشتله بالراحه وبرقه واروح حاطه عامله فتحه في قلب قسيس الزرع بتاعي قد طول جدر الشتله واروح مغطيه عليها وساقيها بس كده. طيب النباتات بتاعتي عشان تعيش محتاجه مني حاجتين، ان انا اسقيها وان انا احط لها سماد. هسقيها على حسب درجه حراره الجو، هحط السماد على حسب عمر النبات. كل ما بيكبر كل ما الواحد بياكل اكتر زي البني ادم. في الصيف هسقي تقريبا من مره لمرتين في اليوم لو الجو حر قوي، خصوصا ان احنا دلوقتي الصيف عندنا بقى حر، او مره كل يومين لو انا النباتات عندي في حته ما فيهاش شمس قوي. في الشتاء ممكن اكتفي بان انا اسقي مره في الاسبوع. سقيت بقى عندنا نبات بيكبر، مش هستنى البذره لغايه ما تطلع. في حاجات نقدر نزرعها بتيجي بالشكل ده والشتلات بتاعتها بتبقى كبيره، ليمون برتقال كده اقدر ازرع جوه البلكونه، ازرع فوق السطح. طيب لو انا هزرع في الشارع، لو انا هزرع في الشارع بنفس الطريقه بالقصص عشان دي الزرعه بتاعتي وانا عايز احافظ عليها، همشي بنفس الخطوات، القصيص، الزلط، خلطه الزراعه، الشتله بتاعتي. لكن لو انا هزرع ليمون وبرتقال، الشجره دي لازم اتخيل حجمها هيبقى قد ايه. الليمون تقريبا اطول مني شويه، مش عشان انا قصيره ولا حاجه بس هو اطول مني شويه. هزرع شجره الليمون في برميل 100 لتر عشان يبقى عندي جذور تقدر انها تكبر الشجره. لو انا هزرع فلفل زي اللي احنا شايفينه هحتاج قصيص اصغر، تمام، وهملاه بنفس الطريقه. طيب انا هكتفي بزراعه في القصص بس او في قصر الزرع؟ لا، انا ممكن ازرع بما اني في الشارع ممكن اعمل حوض للزرع. هعمل حوض واتاكد تماما طالما بزرع في الشارع انه ما فيهوش لا اسمنت ولا بقايا اسفلت ولا اي حاجه تساعد انها تموت النبات، واروح عامله حفره وحاطه فيها الشتله بتاعتي. الحفره دي على قد جدر الشتله اللي انا جايباها. وبعد ما اعمل الحفره واحط الشتله بتاعتي اسقيها بالميه وانا زرعت. لما نزرع بكده نقدر نغير الجو بتاعنا. كل واحد مننا قدر ان هو يحط شجره قدام بيته يزرعها تطلع له ثمره ياكلها وغيره ياكلها وكمان جونا يتعدل ويتحسن. كلنا نقدر، كلنا نقدر نعمل حاجه ونغير جونا لو بدانا بنفسنا وزرعنا، لو كل اسره بدات بشجره وزرعت. شكرا لكم.